أهلا بكم في حلقة اليوم. نتناول واقع قطاع النقل وإرهاب الطرقات في الجزائر التي تحتل المراتب الأولى عالميا في حوادث المرور بمعدل قتيل كل 3 ساعات. ويثير قطاع النقل سواء الجوية والبحرية والبرية تساؤلات محيرة، فبرغم الأموال الطائلة المرصودة له ولبنيته التحتية إلا أن خدماته وتنافسيته تبقى دون المستوى. ولعل أبرز عناوين هذا الخطوط الجوية الجزائرية والطريق السيار شرق غرب أو ما سمي بمشروع القرن المتعثر والذي تحوم حوله شبهات فساد كبير. قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير للزميل محمد مغراوي. مجزرة مرورية مريعة حصدت عشية عيد الأضحى 20 شخصا وأكثر من 60 جريحا. المكان، الأغواط والفاعلون حافلتان لنقل الركاب. ركاب لم يكن ينغص عليهم فرحة العيد سوى أسعار أضحيات العيد التي بلغت مستويات خيالية، لكن إرهاب النقل والطرقات ومستعمليها كانوا في انتظارهم ليفاجئوهم باصطدام كبير لم يبقي ولم يذر. مشهد دموي مأساوي يتكرر في المواسم والأعياد والأعراس وفي شهر رمضان وفي غير المواسم والمناسبات. تعددت الأسباب والموت واحد، طرقات متهرية وملتوية بمعالم وإشارات مرور وإضاءة مطموسة أو منعدمة، سائقون هوات تستهويهم مجازفات الإثارة والسرعة، وسيارات وشاحنات وحافلات لا تتوفر على أدنى شروط السلام والأمان. إرهاب الطرقات خلف 47,000 قتيل في الجزائر في 10 سنوات فقط بمعدل 14 قتيلا يوميا، مكبدا الاقتصاد الوطني خسارة 40,000 مليار سنتيم سنويا. الطريق السيار مشروع القرن الذي لم توفق الحكومات المتعاقبة في إنهاء إنجازه كان له دورا في ازدياد حوادث المرور، سواء بحكم رداءة ما أنجز أو بظهور المزيد من النقط السوداء بسبب ما لم ينجز بعد. مشاكل لا تنتهي بين وزارة الأشغال العمومية وشركات إنجاز الطريق السيار اليابانية والصينية، مردها لسوء التخطيط والتسيير واستشراء الفساد. معنا في الاستوديو صادق أمين الناشط الجزائري في هنا في لندن ضمن الجالية الجزائرية وضمن تجمع نداء الجزائر. صادق أمين، من يتحمل مسؤولية فيما يسمى إرهاب الطرقات في الجزائر؟ في اعتقادك أرقام مروعة، الجزائر من تحتل المراتب الأولى عالميا في حوادث المرور بمعدل قتيل كل 3 ساعات، وأرقام تقولها صحافة جزائرية مثلا حوادث المرور تودي بحياة 53 شخص في ظرف أسبوع نقلا عن حصيلة لمصالح الحماية المدنية، هذا أثناء العيد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة أخي. أولا اسمح لي نقدم تهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الشعب الجزائري وإلى الأمة العربية والإسلامية، وأتمنى لهم إن شاء الله أن يعود علينا العيد ونحن في أفضل حال مما نحن فيه الآن. موضوع في الحقيقة، أولا نشكركم على طرح هذا الموضوع للنقاش لأنه موضوع شائك وفي نفس الوقت موضوع يهم كل الجزائريين بدون استثناء، سواء الذين يسافرون أو لا يسافرون، الذين حتى في بيوتهم أصبح إرهاب الطرقات يمسهم وهم في داخل بيوتهم. إشكال كبير والأسباب عديدة، ولكن الحصيلة واحدة وهي موت الإنسان الجزائري بهذه الطريقة البشعة التي للأسف الشديد أصبحت تحدث في أعز أيام فرحة الجزائريين، تتحول أفراحهم إلى مآتم. كم سمعنا بأن شباب كانوا عائدين من الصلاة فانقلبت بهم سيارة أو مركبتهم فتحول عيدهم إلى مأتم. أيضا الحادث الأليم الذي وقع في مدينة أو قرب مدينة أفلو بالأغواط، أين اصطدمت شاحنتين، ويا للعجب، شاحنتين لنقل المسافرين، إحداهما تعدت الخط المستمر واصطدمت بالشاحنة الآتية من الاتجاه المعاكس. كوارث في الحقيقة، وفي كل مرة نحاول أن نحمل العنصر البشري مسؤولية هذه الحوادث. في الحقيقة هناك عدة أسباب موضوعية أدت إلى مثل هذه الحوادث، فمنها مثلا الطرقات، منها مثلا
عدم صلاحية بعض المركبات التي تسير في الشوارع، منها مثلا الوضع العشوائي لبعض اللافتات أو غيابها نهائيا، أقصد الساينز يعني الإشارات المرور، في بعض الأحيان غائبة تماما عن الطرقات، إضافة إلى تهور بعض السائقين. كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى ما نحن عليه. طيب أنت تعيش في بريطانيا، نعم، وكنت في الصيف في عطلة في الجزائر، هل تشعر بذلك الخوف فعلا؟ البعض يقول أنه عندما تسوق في لندن برغم زحمة ولكن تشعر عادي، على الأقل في قوانين احترام قوانين، نعم، المرور. هل هناك من الجزائر المقيمين في الخارج من يدب الجزائر من يخاف أن يسوق في الجزائر؟ صحيح، وليس فقط في الجزائر، في بعض الدول الأخرى. أتذكر أني شاهدت شريط هنا في إحدى القنوات البريطانية يحذر الزوار السواح البريطانيين الذاهبين إلى تايلاند ويقول لهم لا تسوقوا هناك، لأن حتى تسوق في بلد ما يجب أن تكون لك عقلية السياقة في البلد المحلي. في الجزائر للأسف أصبح قانون المرور ليس هو الذي يحكم، وإنما كما يقولوا في البلاد الشطارة هي التي تحكم. مثلا تجد مسافات الأمان التي يجب أن تترك بين السيارات صغيرة جدا في بعض الأحيان إلى أقل من نصف متر. تخيل كيف يكون موقف السائق الذي وراءه أو خلفه شاحنة كبيرة تبتعد عنه بأقل من متر. أصبحت عادة وأصبحت قاعدة عامة، والاستثناء هو من يطبق قانون المرور. طيب يعني المسؤولية جماعية ولكن، نعم، يعني ولكن هناك من يقول أنه في آخر المطاف المشكلة يعني مسألة بشرية، برغم الأسئلة، نعم، المطروحة حول مثل ما كنت تشير ربما نوعية الطريق، إذا ما توفر يعني إشارات المرور، ولكن من يقول ربما حتى وإن توفرت هل سيتم احترامها؟ صحيح. مثلا هل الحديث دائما انتقاد السلطة يعني في محله في موضوع حوادث المرور، أم أنه المواطنين أيضا يتحملون المسؤولية؟ لذلك أنا قلت المسؤولية جماعية، وعندما نقول جماعية جزء تتحمله السلطة وجزء يتحمله السائق وجزء يتحمله المسؤول المحلي ليبدأ من رئيس البلدية وجزء يتحمله العامل أو المقاول الذي أنجز الطريق، يعني هناك مجموعة من العوامل كلها لا تصب وللأسف في مصلحة المواطن الجزائري. فالسلطة من المفروض أن تراقب هذه الأمور من البداية وتضع قوانين صارمة وتستشرف المستقبل، تنظر إلى المستقبل، هل سعة الطرقات أو حجم الطرقات الموجودة في الجزائر تستطيع أن تستوعب الكم الهائل من السيارات التي تستوردها الباخرات والتي تأتي عبر الموانئ الجزائرية؟ هناك عدة إشكالات في الحقيقة اصطدمت بالواقع، فوجدنا أنفسنا في ورطة كبيرة. هذه الورطة يجب على الجميع أن يجد حلا لها، بغض النظر عن من المسؤول، يجب أن نخرج من هذه الورطة. معنا الآن عبر الهاتف من الجزائر صالح حجاب من التنسيقية ضد غلاء أسعار النقل. طبعا أنت مقيم في فرنسا صالح، ولكنك الآن في الجزائر ويعني تتابع هذا الموضوع، موضوع قطاع النقل، ومهتم خاصة بموضوع أسعار النقل. ولكن ما رأيك في هذا الجدل المثار؟ من يتحمل مسؤولية هذه الحوادث الرهيبة التي تقع يوميا في الجزائر؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. أول من يتحمل مسؤولية هذه المهزلة هو السلطات، لأن المواطن ليس هو يعني المخول له يعني إنشاء الطرقات. المواطن البسيط ليس له صلاحيات لردع الذين يتجاوزون القانون. المواطن حقيقة هناك بعض المتجاوزين للقانون، ولكن على السلطة أن تردع هؤلاء المتجاوزين. كما قال ضيفكم هنا بالجزائر أغلبية الطرقات متهرئة، طرقات لا توافق معايير السلامة والأمن، السيارات حدث ولا حرج. أثارت الجزائر اليوم مزبلة للعالم من ناحية السيارات، أغلب السيارات التي يعني تدور اليوم تسير في الجزائر ممنوعة من السير بأوروبا. أعطيكم مثل الماروتي، أعطيكم مثل الشاحنات النوعكية. هناك جزائريين أرادوا يعني شحن سلع من شمال فرنسا، عندما وصلوا إلى مارسيليا طلب منهم ركن الشاحنة هناك وإيصال السلع بطريقة أخرى. يعني من يتحمل يعني استيراد هذه العربات التي صار أغلب الجزائريين يسموها أنها يعني نعش متنقل، سيارة مثلا سأعطي المثال سيارة رونو سامبول، صراحة هذه السيارة ممنوعة من السير بفرنسا ولكنها تباع في الجزائر،
بل أضافوا وأنشأوا مصنعا لإنتاج السامبول والذي يباع إلا في الجزائر. لذلك أقول أن المسؤولية حقيقة يعني مشتركة، ولكن المسؤول الأول هو السلطات التي يعني حتى ما يسمى أوتوروت العصر أو طريق سيار أنا أسميه مهزلة العصر. طيب هذا من ناحية الطريق، وهذا هذا الأوتوروت هذا كما يسميه البعض حتى أوتوموت، أنه آخر تطوراته أنه وزير الأشغال العمومية يؤكد فسخ أو إلغاء صفقة تم توقيعها 2006 مع المجمع الياباني كوجال بعد تأخر كبير في الجزء الشرقي من الطريق السيار، وطبعا مفروض أن يتم إنجاز هذا المشروع في 40 شهرا، لكنه منذ 2006 نحن في 2014 وعلى أبواب 2015. ما تعليقك صالح على هذا الموضوع؟ يا سيدي تعليقي، الشركة اليابانية الكل يعلم إذا كان هناك بلدين في العالم اللذان يشتغلان بطريقة جيدة هما اليابان وألمانيا. الشركة كوجال أرادت أن يعني أن تعمل بما يعني تطابق عملها لدفتر الشروط، ولكن كان هناك مشاكل عدة من بين أن أغلب السكان الذين كان لديهم أراضي أو الملاك الأراضي لم يتساهلوا فيها، هناك عراقيل إدارية، وأن شركة كوجال يعني لم يريدوا أن يدفعوا رشاوي كما فعلت شركات الصينية والتي حتى قبل المدة، وكما فعلت شركة الجزائرية كوسيدار وأنهت قبل المدة. ولكن لنا أن نقارن الطريق الذي تم إنتاجه من طرف شركة كوجال مع المهازل التي تم إنشاؤها من طرف الشركات الصينية والشركات الجزائرية. لذلك إن شركة كوجال يعني تدفع الثمن يعني فساد وزارة النقل، ثمن فساد وزارة الأشغال العمومية. لذلك وقد رأينا من قبل الشركة الكندية التي كانت بصدد إنشاء مقر الجوية الجزائرية، هي اليوم في المحاكم مع إدارة الجوية الجزائرية لا لشيء إلا لأنها أرادت أن تعمل بدون دفع رشاوي وبدون سرقة دفتر الشروط، وأرادت أن تقوم بالعمل فقط. لذلك شركة كوجال في القضية هي مظلومة، ويجب أن نعتبر من هذا، لأننا لما نجوب طريق السيار شرق غرب نلاحظ يعني التلاعبات في الإنشاء، ولاحظنا تهرؤ هذا الطريق يعني بعد بعض الشهور من إنشائه، وهو يعني من مشكل جزائري بحت ومشكل تسيير. وصرنا اليوم نتحسر يعني لما يعني تقطع بعض الكيلومترات تتحسر وتتصل بالأهل لتخبرهم أنك وصلت. لما نقام طيب الخط يتقطع، سيحاول الزملاء العودة إليك. صالح حجاب، ما رأيك في هذا الموضوع، موضوع الأوتوموت كما سمي صديقنا صالح من الجزائر صالح حجاب كان يقول بأنه يعني ما سمي بمشروع القرن، تحدث عن يعني عن طرق مهترئة وعن ما يحوم حوله فعلا من شبهات فساد. نعم، هو حقيقة يعني ما قاله الزميل صالح، وبالمناسبة نقدم له التحية ونقول له عيد مبارك. العامل البشري يبقى هو المسبب الرئيس في جميع هذه الحوادث، هذه بإحصائيات رسمية وإحصائيات في جميع دول العالم ليس فقط في الجزائر. ولكن نوعية الطرقات لا ترقى إلى المستوى العادي الذي من المفروض أن تكون عليه، أو حتى على الأقل ترقى إلى مستوى الملايير التي صرفت من أجل إنجاز طرقات في المستوى العالمي كما قيل لنا. الأسف الشديد أننا تقريبا نقدر نقول الجزائري كما قلنا في حصص سابقة بأن الأجنبي دائما وأبدا يأتي إليك ليأخذ فلوسك فقط لا غير، أما قضية التقنية وقضية الكفاءة وقضية الخبرة يأخذها معه. لذلك هذه الشركات الأجنبية رغم أن في أوطانها أو في بلدانها الأصلية تنجز مثل هذه المشاريع الكبرى ووفق معايير دولية، لكن في الجزائر لست أدري من العائق، لماذا لم تنجز هذه الطرقات. صالح حجاب كان يقول كان يستغرب كيف يمكن لشركة يابانية أن تفشل. يعني
هذا يعني الإمام اليابانيون معرفون بأنهم يعني يتقنون عملهم. يتقن صحيح. أنا كان لي أحد الأقارب يعني يعمل في هذه الشركة، وحقيقة الجزء التي أنجزته هذه الشركة كان جزءا يعني ممتازا، ليمتد تقريبا من البرج حتى قسنطينة. كل هذا الجزء من طريق السيار هو جزء رائع وفي مستوى العالمي. الإشكال هو من الذي يعرقل هذه الشركات الأجنبية، أو الذي لا يسمح لها بأن تؤدي المهمة كما أوكرت لها في البداية. الظاهر أنه هناك عوامل عدة، عامل بشري، ربما في بعض الأحيان يوجد عامل تضاريس، لم تكن الدراسة التقنية صحيحة يعني في البداية. صالح قال أنا سمى الأشياء بمسمياتها، ربما الشركة ما تدهنش السير كما يقول التعبير الجزائري فلا تسير، يعني لا تدفع عمولات. ربما هذا تصوره في الحقيقة، أنا لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا لأن ليس لدي حقائق. طيب ولكن التقرير هذا الطريق السيار يعني صحافة الجزائرية تناولت الأمس فقط، وكانت الأنباء الفرنسية تنقل عن يعني بالأرقام، المفروض المشروع 40 شهر. نحن بدأ في 2006، تأخر إلى 2000، الآن في 2014 على أبواب 2015. أسند إلى كوجال في هذا الجزء الشرقي 400 كيلومتر بقيمة 5 مليارات دولار. المشروع كله يقال كأنه قيمته 6 ملايير دولار. انتهى في الأخير أنه ميزانية وصلت الآن إلى 13 مليار دولار تقول وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الخبير عبد الرحمن مبتول. وتنقل حسب الوطن أن الرشاوي مثلت 16% من قيمة المشروع الإجمالية. يعني تصور 13 مليار دولار عملي 16% يعني كم؟ يعني الحديث عن صحيح رقم يعني مهول، أكثر تقريبا مليار ونص. نعم، هذا يجرنا إلى الخروج من الموضوع، هذا نقاش آخر ويمكن أن ندرجه في خانة الفساد أو في خانة الطريقة التي تعطى بها المشاريع الكبرى. نحن الآن نتكلم عن إرهاب الطرقات. الطرقات في الجزائر تقتل، ليس الطريق السيار فقط وحده الذي يقتل، ولكن ربما يعني حتى نكون واقعيين ومنطقيين، الطريق السيار خفف كثيرا عن الجزائريين، وأصبحت الحوادث أقل بسبب الطريق السيار وليس أكثر بسببه. الطريق السيار رغم العيوب التي فيه ورغم كل ما قيل عليه ورغم كل الأموال الهائلة التي صرفت عليه، يبقى أنه المنفذ الوحيد للجزائريين للتنقل. ولكن يعني ولكن أليس من يعني المهم أن يطرح موضوع تكلفته بهذا المبلغ؟ قد هناك من قارن حتى بمشروع في المغرب مسافة أقل 400 كيلومتر كلف المغرب طريق سيار مليار دولار فقط. أنا معك ماذا تقول، ولكن أقول لك ليس موضوعنا هو تكلفة الطريق السيار، موضوعنا هو أليس هذا مرتبط بتكلفة؟ إذا كانت هذه الأموال المرصودة ملايير مرصودة لبنية تحتية للطرقات، وهذه الطرقات تقتل ووضعيتها كارثية، كما يجب طرح هذا الموضوع؟ نعم يجب طرحه، ولكن كما قلت لك ليس الطريق السيار وحده من يقتل. الذين ماتوا في الحادثة أو لقوا حتفهم في الحادثة الأخيرة في آفلو ليسوا على الطريق السيار. نعم. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر سعد الدين الغول، النقابي سابق بالأشغال العمومية. سعد الدين، طبعا أنت في المجال، هناك من يحمل نوعية الطرقات مسؤولية الحوادث في الجزائر، ما رأيك أنت في الميدان؟ هل فعلا الطرقات في الجزائر تنجز يعني بالمستويات المطلوبة بالنية المطلوبة، ما فيهاش غش، وهل تتحمل وهل تتسبب في الحوادث في الجزائر؟ السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. سعد الدين، كان نقابي سابق في النقابة سنابات. نعم، يعني احنا كنا صرحنا كنا نقول وندوا يعني العمال يشغلون في عمل قاسية يعني عبر الطرقات السريعة عبر كل وطن كل ولايات. احنا كنا ندوا وقولوا لازم يعني يوفروا لهم الوسائل اللازمة يعني اللي ما تكلفلوش الحوادث المرور. يعني احنا كما نقولوا الطريق السيار يعني بكل احتراماتي يعني من الجمهور تاعنا والسائقين لازم يحافظوا على ارواحهم، يحترموا قانون المرور، يحترموا الاشارات، ينخفضوا من السرعه،
مهما كان يعني مهما كان وكان تتكلف يعني كما قلنا حادث مرور ما يكونش مأساوي يعني يؤدي الى اموات ولا يؤدي الى اعاقات ولا يعني كما قلنا احنا ماذا بنا الشعب تاعنا بالنسبة للسائقين يحترموا قانون المرور ينخفضوا شوية من السرعة هذه السرعة هذه راهي سرعة قوية راهي نمشوا بها. بالنسبة للطرقات ما نقولوش احنا الطرقات كلها مدهورة كان بعض الطرقات لبس بها وكان بعض الطرقات يعني في بعض الأحيان راح معايا خويا نعم نسمع فيك تفضل كان بعض الطرقات بعض الأحيان يعني تروح لرونوفاسيون يعني تعاودوا يسقموها يعاودوا يشغلوها يعاودوا خاطر علاش الطريق هذه شحال دايره تحمل هذو سيميات هذو كاميوات هذو فهمتني يعني لازم موا تكون رونوفاسيون في طرونشيون هذو روتيي حنا فيما يخص الحوادث المرور هذو اللي راهي بزاف انا نشوفوا يعني الناس راهي ماهيش تحترم القانون راهي تجري يبرك يجروا يا اخي يشوف روحه في اوتوروت يجيب له ربي راه طاير في السماء فهمتني يا اخي نعم يعني انت في رايك مهما واش يقال على الطرقات بصح يعني المواطنين ايضا يتحملون من يسوق من يقودون السيارات يتحملون مسؤوليه المسؤوليه انا يتحملها السائقين يا اخي الكريم فهمتني لخاطر الانسان كان يكون يمشي بعقله ويكون يثبت روحه ويحترم قانون المرور انا نظن في بالي انا ما يكونش فيها الحوادث هذا سرعة قوية بزاف يعني تشوف انت اوتوروت يكتب لك فيها 120 كلمة في السرعة كاين الناس اللي عندهم هنا دوك نعم نعم تفضل نعم شوف كاين دوك بعض النوعيات تاع السيارات اللي راهي ما تحتملش تمشي 120 تقول حتى 280 فهمتني يا اخي نعم انا كل مسؤوليات للسائقين لخاطر ماهوش يحافظ على عمره وما يحافظش على عمر الناس كاين الناس ماهوش يمشي وحده في الطريق كاين الناس راهم يتمشوا مع هذا الطريق السريع ماهوش يمشي وحده فهمت يا اخي طيب انا نتحمل المسؤوليه يتحملها السائق طيب. وحنا باش نقولوا كل الطرقات مدهوره هذه غير من الممكن يعني المشروع ولكن لماذا هذه الاموال كلها سيد سعد الدين هذه الاموال التي يعني طريق السيار ملايير صرفت ولم ينتهي المشروع وحتى الجزء الذي انتهى منه مره اخرى يعاودوا يروطابيوه لماذا في مناطق اخرى تصرف نفس الاموال ربما اقل ولا تتضرر وليس لا تكون الطرقات بحاجه الى مره اخرى عمليه تبليط وغير ذلك يا اخي الكريم شوف انا بالنسبه لي يعني كعامل كنت في الاشغال العموميه يعني كما نقول لك انا شوف انا خدمت في الاشغال العموميه وخدمت يعني هذه صيانه الطرقات وخدمت يعني اصلاح الطرقات خدمنا احنا واش نقول لك يا اخي طريق يعني الطرقات لازم هي تدهور من الوقت تدهور هي اولا كي تكون الشتاء المطر قوي ولا تكون سخانه بزاف الارض بالذات تدهور الطريق احنا واش نقولوا احنا يكون كما نقولوا التقنيين ولا المهندسين قايمين على المشاريع هذو يعني يشوفوا بصفه عامه في الطرقات السريعه يشوفوا الطريق اللي مدهوره ولا حاجه يعني يبلغوا ويكون فيها يعني ترميمها يعني عاود يرموها فهمتني يا اخي الو النقابي السابق بقطاع الاشغال العموميه كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر ويعود الينا صالح حجاب من التنسيقيه ضد غلاء الاسعار صار النقل صالح حجاب كنا نتحدث عن طريق السيار وهذه الارقام المهوله التي تطرح وكاله الانباء الفرنسيه تطرح تنقل عن الوطن 16% من قيمه المشروع الاجماليه كانت رشاوه وانه المبلغ ربما ارتفع الى 13 مليار هناك من يقول ربما اكثر من 13 مليار دولار. نعم اخي المبلغ ارتفع كما قال يعني ضيفكم الكريم اليوم لو يعني نركز على الحوادث وعلى اسباب الحوادث
العنصر الذي يظهر هنا هو الفساد، هو لا عقاب، هو القانون الذي يطبق إلا على الضعيف. عندما نقول لا عقاب يعني لما نرى أحد أبناء الوزراء أو يعني من لديهم معارف يستطيع يعني السير بطريقة عشوائية، يستطيع فعلا ما 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 يدور بذهنه، ولكنه يعلم بواسطة يعني كما نقول عن كودفيل بمكالمة هاتفية يعني يسترجع رخصة السياقة. لذلك هنا نرجع حقا أن يعني لا مبالاة من طرف بعض المواطنين، لا نقول يعني العكس، ولكن لو كان هناك قانون يردع الجميع يا أخي هذا المواطن سيخطئ مرة ولكن لا يعيدها. اليوم لا نرى هذا، حتى أننا مؤخرا سمعنا يعني بعض المشاكل عبر طريق السيار، فقامت مجموعة المرادية بإصدار قرار وهو إرسال 1500 جمرك يعني دركي للذهاب يعني للتنقل عبر طريق السيار، وذلك كما يقولون لضمان الأمن. أنا أقول لهم لن نستطيع أن نضمن الأمن بهذه الطريقة، الطريقة الوحيدة التي نضمن بها الأمن بهذه الطريقة أن نطبق القانون على الجميع، أن يعني أن نعطي طريقة الصيانة، يعني نحتذي حد الدول الأوروبية في طريقة العمل بإنشاء كاميرات، بإنشاء طريقة رقابة. اليوم بأوروبا تعلمون ما هو السبب الأول للحوادث؟ السبب الأول للحوادث وهو النوم في السياقة. لماذا؟ لأن الطريق يعني مصنوع، يعني طريق والسائقين، السائقين كلهم يحترمون القانون، والطريق يعني منار، الطريق به كل يعني العلامات وكل النورم دو سيكيورتي، لذلك لا توجد حوادث أو قلة قليلة. وهناك أيضا مشكلة التوعية في أوروبا، نجد لافتات تتكلم عن التوعية، عن تقول لك عندما تتجاوز عد إلى اليمين، تقول لك يعني حاجة عدة. في الجزائر لا نجد هذا، رأيت مرة لافتة كان كتب لم يكتب عليها يعني معلومة للسائقين، كتب عليها المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وكانت لافتة كبيرة إلكترونية. يا أخي كلنا نقول المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ولكن في طريق السيار لا نتغنى هذه يعني طيب. طريق يعني طيب كما أنا صالح أشار صالح إلى الـ إلى الـ إلى الـ يعني المعايير الدول المتقدمة في الموضوع، بينها مثلا سحب الرخصة بالنقاط في بريطانيا مثلا وفي دول أوروبية أخرى، ولكن هذا أثير في الجزائر، طرحه هو لما جاء عمار غول بصوت عالي ويعني حتى بالطبول كما يقول التعبير الشعبي الجزائري، ولكن بعد ذلك اختفى الموضوع. أعتقد أنه ما زال مطروحا، وحسب ما قيل سوف يطبق في بداية شهر نوفمبر، لست أدري هذا نوفمبر أم نوفمبر المقبل. التنقيط هي طريقة حضارية لتنبيه السائقين بضرورة احترام قوانين المرور، حيث مثلا عندما يخطئ السائق ويتحصل على الثلاث نقاط الأولى سوف ينتبه جيدا، وكلما كبرت النقاط عنده وأصبحت قريبة من النقاط التي تسحب منه الرخصة سوف يصبح أكثر حذرا، وربما في بعض الأحيان يقلل من السياقة، وهذا أثر كثيرا هنا على الحوادث وأنقص بشكل كبير نسبة الحوادث هنا في أوروبا. الأوروبيون كما يعني يعلم الجميع بأنهم يعتمدون على التجربة، لا يتركون مجالا لما يروج عندنا وللأسف بشكل مغلوط، ودائما عندما تقع الواقعة نقول قضاء وقدر. إشكالات كبيرة أصبحنا يعني في الحقيقة نعيش فيها. تخيل أن هناك حديث صحيح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك أعقلها وتوكل، يعني أنت قبل ما تركب سيارتك عليك أن تضبط أو تتأكد بأن السيارة مضبوطة من ناحية المكابح، من ناحية المحرك، من ناحية العجلات، وعندما تضبط كل أمورك وتمشي بالسرعة المسموح بها وتمشي وأنت متيقن وقادر على السياقة ويأتي حادث عرضي خارج عن إرادتك فذلك القدر وذلك المكتوب كما نقول. أما أن تنطلق بالسيارة لم تنظر إليها أو لم تتفحصها منذ مدة طويلة، وأنت تنظر إلى العجلات وهي متهرية، وتنظر إلى المكابح وهي غير صالحة، وتسوق وتقول قدرها الله فهذا مخالف للواقع ومخالف للمنطق.
أعطيك مثال، مثلا هنا في بريطانيا أول حادث وقع في هذه البلاد وفي بريطانيا كلها كان في 17 أوت 1896 هنا في لندن، وقع حادث مات شخص في سيارته، وبعد ذلك الحادث في 23 فيفري 1899 تقريبا بعد سنتين وقع حادث مميت آخر، سببه أن السائق أراد وصديقه كان موجود معه في بجانبه أراد أن يدور دائرة أو كورنر دائرة بسرعة أكثر من 25 مايل في الساعة. فمنذ ذلك الحين والبريطانيين يدرسون لماذا وقع هذا، يدرسون نوعية السيارة، يدرسون نوعية الطريق، يدرسون كل شيء، ومن ذلك وضعوا قانون المرور. هم الذين وضعوا قانون المرور، لسنا نحن. نحن في ذلك الوقت كنا وكان صالح الجامع يتحدث عن نوعية السيارات في الجزائر كذلك ويرى بأنه واحد أسباب الحوادث. نعم، لأن السيارات مثلا السيارات هنا في أوروبا مرة على مرة وتقرأها في الجرائد يطلبون من السيارات ذات النوعية مثلا سين يرجعوها إلى المصنع حتى يتفحصوا لأن فيها عيب فني أو خلل فني. هذه معروفة هنا في أوروبا. قل لي في الجزائر مثلا كم طلبوا من السيارات الجديدة بأن يعيدوها إلى المصانع ليصلحوا عيبا فيها. كل عمل بشري معرض للنقصان، فعندما تخرج سيارة من المصنع بعد مدة سوف تنتبه أن هناك أشياء يجب أن توضع بطريقة غير التي وضعت، ولذلك يطالبون أصحاب هذه السيارات بأن يرجعوا تلك السيارات إلى المصانع يصلحوها مجانا ويعيدوها لأصحابها. كل هذه غير موجودة عندنا للأسف. السيارات ليست لها أو لا توافق معايير السلامة الدولية إطلاقا. الطرقات من المسؤول عليها؟ المسؤول المحلي شيخ البلدية الذي انتخبه المواطن مسؤول عن الطرقات، هو كل يوم يمشي في البلدية وفي المنطقة مناطقه ويرى الطرق متهرية ويرى ربما بعض الأشياء التي تكون مميتة، يعني حفر عميقة في بعض الأحيان مملوءة بالمياه إلى غير ذلك، ولا يحرك ساكنا. هذه ليست مسؤولية قانون المرور، هذه مسؤولية الشخص المسؤول عن 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 الطرقات. أيضا بعض الإشارات توضع في غير محلها، الذي يضع يعني حتى لو كانت موجودة هل ستحترم كذلك؟ ماذا عن المسؤولية هنا؟ لاحظ مسؤولية المواطنين عندما يعني. مسؤولية المواطن تأتي في آخر شيء، لأن عندما يقول يكون الإنسان المسؤول أمام القانون والمسؤول أمام الله والمسؤول أمام ضميره أولا وأخيرا يكون يؤدي واجبه كما ينبغي، تأتي المسؤوليات الأخرى تباعا. فعندما يكون المسؤول الأول غير مهتم بالأمر بالشأن العام، فماذا تنتظر من شاب تحصل على رخصة سيارة وهو في عمره 18 سنة واشترى له أبوه سيارة جديدة فارهة، فماذا تنتظر منه؟ طيب. هذا الذي يقع للأسف صالح. ولكن طبعا هناك من يرى أنه كثرة أيضا السيارات في الجزائر يساهم في حوادث المرور. طبعا في الدول المتقدمة هناك مساعي لكبح الحظيرة السيارات كما تسمى في المناطق في العواصم، مثلا في لندن هناك تقييد على دخول وسط لندن ما يسمى الكونجستن تشارج، يعني تدفع أموال لكي تدخل إلى وسط لندن في حيز معين لتقليل من تدفق السيارات، وأيضا هناك توفر المواصلات العامة. ماذا عن الجزائر؟ يا أخي في الجزائر أين نحن من كل هذه يعني القرارات؟ في الجزائر حتى ما يسمى الكنترول تكنيك المراقبة التقنية هي قرار شكلي. نرى أغلب السيارات منقلبة لديها أغلب مشاكل، ويقول لك عندي يعني القرعة يعني فيرج، يعني لا يوجد أي شيء عن هذه السيارة. اليوم المشكل حتى قضية رخصة السياقة بالنقاط، قد يقرون هذا القانون وقد يقولون شكليا أنهم بدأوا تطبيقه، ولكن في النهاية يكون هناك أغلبية من الناس أو مجموعة من الناس فوق القانون، ولذلك لن نصل إلى ما يصل إليه يعني الدول الغربية. أعطيك مثلا قضية يعني الحافلتين يعني في طريق أفلو، لم يتحرك ولا مسؤول جزائري حتى يعني لإدلاء بتعازيه للعائلات.
أما في دول أخرى مثلا وقع تقريبا نفس الشيء في دولة سويسرا منذ سنتين، وكانت هناك حافلة في وسط نفق ومات هنا في أنذاك عشرات من التنين. لقد أقاموا الدنيا وقعدوها، أعلنوا الحداد ثلاثة أيام، وظلوا يعني يحللون لماذا وقع هذا هذا الحادث، هل العطب في الطريق، هل العطب في يعني المشكل في السائق، هل المشكل في الشاحنة، هل حتى يعني في الحد حتى وجدوا المشكل. لدينا في الجزائر أغلب الحوادث يغلق الملف بدون يعني بدون 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 متابعة، لذلك نحن بعيدون كل البعد عن ما تتكلم عنه الدول الغربية، ولدينا أغلب مش يعني أغلب الكومونادي اللي زانغريتيون يعني كل النقاط التي تدفع إلى الحادث موجودة. وصرنا اليوم في الجزائر عندما نقود السيارة نتخيل كل السائقين كالمجانين، ونحاول القيادة مع المجانين، نحاول القيادة بطريقة وكأن السيارة لا تسير بسرعة، لذلك لا لشيء إلا للوصول يعني بسلامة. وأضيف نقطة ثانية، عندما نتكلم عن الطرقات الأخرى، أغلب الطرقات الأخرى لم يجدوا حلا من غير الممهلات. فالجزائر اليوم دولة المليون والنصف شهيد، صارت دولة المليون والنصف ممهل. عندما تمشي وتجوب الطريق لكي تقضي يعني 70 أو 80 كيلومتر لديك يعني 100 ممهل، لن تستطيع السير على هذه الممهلات. ومؤخرا في ولايتي أنا هنا بالجزائر، عندما زار سلال ولاية تمثيلة قاموا بحذف أغلبية كل الممهلات. لماذا؟ لأنهم يرون أن الممهلات يعني تعيق أو يعني ليست يعني خمموا على سلال ولم يخمموا على الشعب الجزائري. لذلك هذه الحلول ترقيعية، يجب حلول جذرية، يجب أن يطبق القانون على الجميع، وعندها تصير هناك سلامة، تصير هناك أمان، ونستطيع يعني الذهاب إلى البعد. نقطة أخيرة، عندما نتكلم على يعني القطار، لماذا لم يقوموا يعني بتطوير القطار في الجزائر؟ وبذلك لا نأخذ السيارة، القطار في الجزائر أقاموه ولم يضعوا طريقين، وضعوا طريق واحد، وكأن خطوط لديها يعني قطار واحد يقوم بالذهاب في الصباح ويرجع في المساء. هذا السؤال نطرحه. والنقطة الثانية، سعر القطار أغلى من سعر سيارات الأجرة، ولا أحد يستطيع التكلم مع سيارات الأجرة. سيارات النقل الحضري إذا ما وقع لديكم مشكل تذهبون إلى مديرية النقل يقولون لك أحضر لنا الشاهدين. يا أخي أحضرت لك رقم السيارة، لا أستطيع أن أحضر الشاهدين. لذلك هناك تمادي وتماطل من طرف النظام، لذلك المواطن لديه مسؤولية ولكن تأتي في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى للسلطات المحلية وللسلطات يعني مديرية النقل ومديرية الأشغال العمومية. ابقى معنا صالح حجاب، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة، نناقش فيها قطاع النقل في الجزائر وإرهاب الطرقات. معنا دائما في الاستوديو صادق أمين من تجمع نداء الجزائر. صادق، كنت تستمع إلى أيضا بعد آخر في النقاش مع صالح الجاب، موضوع أيضا كثرة السيارات. هناك من يرى أحد أسباب أيضا كثرة الحوادث وأنه وغياب فعلا مواصلات عامة يمكن التعويل عليها. بالضبط، صحيح. حظيرة الجزائر من السيارات اليوم حسب التقديرات الأخيرة هي 5.5 مليون سيارة، وهذا رقم كبير جدا نسبة إلى عدد السكان الجزائريين يعني، أو حتى على الأقل عدد السكان المؤهلين للسياقة. هذا عدد مهول. هذا العدد لم تستطع السيارات أو الطرق الموجودة استيعابه، فلذلك دائما حوادث المرور مرتبطة بالعنصر البشري، إضافة إلى طبيعة الإنسان الجزائري أيضا. الإنسان الجزائري كما نعرفه ونحن جزائريون نعرف بعضنا البعض، عندنا مشكل السرعة، أو ليس السرعة ولكن التسرع. ففي بعض الأحيان يكون على عجل بأن يذهب إلى العمل أو يذهب إلى مكان يريد أن يصل إليه بسرعة البرق. في بعض الأحيان تجد
سائقين يسوقون بطريقة جنونية، وعندما تصل إلى المكان الذي يريدونه تجده جالس ويحتسي فنجان قهوة. يعني أمور خطيرة جدا تتعلق عموما بالتوعية العامة. التوعية العامة من المفروض من تقوم بها هي تقوم بها وزارة النقل، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية الأخرى. أيضا المؤسسات التعليمية لها دور. نحن في الجزائر عادة الذي يقوم بهذه الدورات التحسيسية أو التعليمية هي الدرك الوطني، مرة على مرة يقيمون ملتقى هكذا ويأتون بالأولاد الصغار ويحضر التلفزيون. كان في برنامج تلفزيون. نعم. هذيك التلفزيون شهير في الجزائر. نعم. شرط المخفي الشرطي المخفي سي العزوني، بارك الله فيه. صح، هو فعلا هو حتى الشرطي المخفي اختفى، لم يعد موجودا، كان يقوم بدور يقوم بدوره على الأقل. لذلك في البداية قلت لك أن المسؤولية جماعية، كل إنسان جزائري، هذه ليست سياسة، هذا واقع نعيشه. هذه الحوادث يعني يمكن أن تصيب أي شخص فينا، سواء يقيم في الجزائر أو خارج الجزائر. عندنا الزميل يعني سليم سرحان، اللي بالمناسبة يعني نقدم له تعازينا الحارة، تعازينا القلبية، ابنه صغير ذهب إلى عطلة ليقضي عطلة العيد في البلد فلقي حتفه. يعني كوارث في الحقيقة. وطبعا نعزيه كما ذكرت، نعزي. نعم. زميلنا سليم سرخان. نعم. في مصابه فعلا الجلل، يعني طفل عامين. عامين. يعني هكذا خطف خطف في حادث مرور أليم. والرواية أنه شاحنة. ومن ارتكب الجرم. نعم. يعني هرب فر. نعم، شفت يعني سبحان الله العظيم، يعني تجردنا من إنسانيتنا. ربما هذا الطفل يا أخي ما زال في على قيد الحياة، من المفروض أن تتوقف وتسعفه. يعني كوارث، أصبحنا نقتل بدم بارد. فبعد الإرهاب الذي وقع في البلاد، الآن أصبح إرهاب من نوع آخر، إرهاب العنف العائلي، إرهاب العنف في المدارس وما حولها، إرهاب في الطرقات، إرهاب أصبح في كل مكان يا أخي. أصبح العنف متجذر في شخصيتنا. لذلك على الذين يسيطرون على الأمور والذين في يدهم الحل والربط، عليهم أن ينتبهوا إلى هذا الطوفان. هذا الطوفان سوف يجرف كل من وجده في طريقه. كلنا معنيون بهذه القضية، ليست هي فقط قضية شباب متهور أو تهرية الطرقات أو فساد في طريق السيار. المشكلة هي مشكلة وعي عام، يجب أن يكون هناك وعي عام، إدراك للمخاطر الكبرى التي تحدق بالإنسان الجزائري. الحكومة نفسها تكبدت مليارات، أعتقد كم 100 مليار دينار في السنة تتكبد من حوادث المرور. يعني حتى الاقتصاد الوطني أصبح يعاني من حوادث المرور. حوادث المرور تصيب العائلات، تصيب الأشخاص، تصيب الاقتصاد، تصيب كل شيء. معنا الآن عبر الهاتف من الجزائر مصطفى عطو، رئيس جمعية مكافحة الفساد، الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد. ما رأيك سيد مصطفى عطو في هذا النقاش، هذا الجدل؟ من يتحمل مسؤولية حوادث المرور في الجزائر؟ طبعا أنتم جمعية تحاربون الفساد والرشوة، هناك من يرى بأنه للرشوة دور في بطريقة سواء مباشرة أو غير مباشرة في حوادث المرور، ما رأيك؟ أولا أخويا جمال نقول لك صحيح، كل عام وأنت بخير، وعيد مبروك كذلك لضيفك الكريم وللسادة المشاهدين وكل طاقم المغربية. فيما يخص السؤال وموضوع الحصة اليوم، كنت بودي لو درتم الحصة هذه في حصتين، برمجتو في حصتين، لأنه موضوع متشعب وكذلك فيه مسؤولية، يعني فيه جانب يخص الفساد ولكن الجانب الآخر مسؤولية تاع المواطن، وهو يعني سلوك السائق بصفة عامة. من حيث فالمسؤولية يعني إرهاب الطرقات، المسؤولية يتقاسمها بطبيعة الحال السلطة الحاكمة النظام، ولكن يتقاسمها أيضا المواطن. يعني في الجزائر فيه أزمة، فيه فساد، فيه رشاوي، فيه، ولكن فيه أزمة أخلاق كذلك. لما نسير في الطرقات، لما نشوف يعني واحد المظاهر، واحد الأخلاق الفاسدة، يعني
كأنه الإنسان يقول سبحان الله لو لو لم أخلق جزائري، لأنه واحد الظروف واحد كيف وخاصة العنصر الشباب كيف يسوقون تلقاه فوق مركبة ب 150-200 مليون، من أين له هذه الأموال التي اقتنى بها هذه السيارة؟ الكثرة والكثير من الناس هذو لم يعني ما فيش ما عملش مجهود حتى يحصل على الفلوس هذه اللي اشترى بها اقتنى بها السيارة، وبالتالي لما يكون فوق سيارة فاخرة ينظر للإنسان الآخر مثل للمواطن كأنه ماهوش مواطن، كأنه يعني ذبانة يعني الآخر. ولكن أزمة الأخلاق في الجزائر هي اللي ساهمت كثيرا في هذه الحوادث. كذلك أخي جمال، من ناحية مسؤولية النظام، غياب المساءلة، احنا أي مسؤول جزائري مهما كان يعني الأخطاء اللي يرتكبها هو يعرف مسبقا ما فيش مساءلة، لا أحد يسأل. الرئيس يسأل المسؤولين والمسؤول يسأل الآخرين، ولكن هو متيقن أنه لا أحد سوف يسأله. غياب المساءلة كذلك لا أحد يحاسب على الأخطاء، سواء أخطاء يعني متعمدة أو أخطاء كذلك. الفساد له دور كذلك، دور اقتناء سيارات من لاشين، رغم أنه الصين عملاق في آسيا، ولكن كل السيارات التي يستوردها الجزائريين هي ما عندهاش يعني ذات صفات عالمية فيما يخص الأمن والسلامة في الطرقات. وبالتالي موضوع حصتكم موضوع يعني لا بأس به ويهم الجميع، ولكن طيب لانه من الصعب تعرف انه خصص لكل موضوع، يعني هو الربط بين النقل وارهاب الطرقات، يعني هذا النقل طبعا انت تتابع موضوع تاريخ السياره ما يسمى مشروع القرن، الذي كان المفروض ان يوفر شريان للنقل في الجزائر، ولكن انتهى الى مشروع ب 13 بعد يقول اكثر مليار دولار، والوطن تقول انه 16% من قيمه هذا المشروع ذهبت في الرشاوه. أخي جمال، كذلك في مسألة أخرى، حتى نرجع لأخر في مسألة أخرى، ما عندناش إحصائيات، ما عندناش الولوج هنا في الجزائر، ما عندناش الولوج إلى المعلومة، إلى ما عندناش إحصائيات دقيقة. كل إنسان واحد، إحنا نقرأ في الصحف ونطالع وندير بحوث، فنرى واحد يقول لك بدأ بست ملايير، واحد الأخر، لكن الأكيد أنه لحد الآن ماشي 13 مليار كما قالت الوطن، ولكن وزير سابق قال انه المبلغ اللي وصلت ليه طريق السيار هذا مشروع القرن او فضيحه القرن كما يسموه البعض هو 16 مليار دولار. وبالتالي من خلال 16 مليار دولار يقول فيه 25 مليار من 100 من مجموع الطول هذا، اذا كان من 1200 كيلومتر 25% معناتها 300 كيلومتر طرق متهرئه. يعني لما وزير يقول 25% فقط، ويقول فقط من مجموع طريق السيار هي متهرئه، بمعنى لما نقول 25% 16 مليار 25% من 16% هي 4 ملايير. 4 ملايير هي في بعض البلدان هي ميزانية دول. طيب ويقال أن المغرب هناك من المغرب أنه أنجز طريق سيار بقيم بمساحة 400 كيلومتر بمليار دولار كلفة. مش غير طريق سيار، حتى هذا اللي يقولوا مصنع السيارات الذي سوف ينجز في الغرب الجزائري، في المغرب في طنجة فيه مصنع لصناعة السيارات، سوف يخرج 3 أنواع من السيارات، وكل أنواع السيارات هذو أخي جمال سوف يكون لها يعني يسمح للمغرب باش يبيع السيارات هذا. هو المغرب لا يصدر أصلا 400 ألف كما تقول أرقام
من سيارات مصنع رونو إلى الخارج، وقطاع صناعة السيارات صار أصبح يعني قطاع يساهم في الاقتصاد المغربي بقيمة مساهمة الاقتصاد الزراعة في المغرب، والمغرب له قطاع زراعي نشط. أو سياحة، باش نقول لك أنه في المغرب، في المغرب كاين داروا استراتيجية بالصناعة. احنا الإشكال في الجزائر يا أخي جمال، احنا هنا ما عندناش برمجة، ما عندناش الناس استراتيجية. كان هناك الآن مشروع رونو الذي الجزائر ساهمت فيه يعني بمليار دولار كما يعني كما ينقل، وينتج سيارات سمبول هذه التي لا يمكن تصديرها إلى الخارج. سيمبول هي ممنوعة باش تصير في اوروبا، في فرنسا بعد. شوف، لو نعمل دراسة مقارناتية ما بين مشروع السيار في الجزائر او في المغرب، او مصنع السيارات في المغرب وفي الجزائر، نرى العجائب. كل هذا يؤدينا الى واش وين يؤدي ان احنا في الجزائر ما عندناش، اولا ما عندناش البرمجة وما عندناش التخطيط، ثانيا غياب المساءله. لا احد، المسؤول الجزائري ما يتقبلش حتى النصيحه، وهذا هو الاشكاليه والخراب الكبير. كذلك حتى المواطن يا اخي جمال اصبح ما يتقبلش النصيحه. المسؤول الجزائري يظن انه هو الجزائر ملكه، وانه هو هناك من يقول يعني سيد مصطفى انه ربما يحاجج، يقول لك هذا المسؤول لم ياتي من المريخ، وانعكاس للمجتمع. يعني ربما البعض يقول بشكل يعني صوت عالي حتى ولو ينتقد بشكل صريح، كما تكون يولى عليكم. يعني هؤلاء المسؤولين لم يأتوا من زحل. لا يا أخي زمان نقول حاجة أخرى. في عهد الصحابة، لما كان الشعب يشوف أنه المسؤول يعني صادق وآمن، وبالتالي الشعب يسير على حسب سلوك المسؤول. لما كان عمر بن الخطاب امن وكان واقف وكان يعني صادق وكان امين، وكان كل في هذاك الوقت كان الناس في هذاك الوقت كانوا يسيروا على سيره الصحابي عمر بن الخطاب. لما الشعب الجزائري، لما الانسان البسيط، لما العامل البسيط يشوف ان المسؤول ما يخدمش، المسؤول ما يتسالش، المسؤول ينهب، فبالتالي يقول لك المثل المال السائب يا اخي جمال يكثروا عليه السراق، وهذا ما يحصل في الجزائر. اذا انا نقول لازم نقيموا قبل. انا من الناس اللي لازم نديروا تقييم نفسي، كل انسان يدير التقييم نفسه، الجمعيات تدير التقييم، الاحزاب اللي تنادي انا معارضه لازم ندير تقييم نفسي باش نقدروا كيما اون كريتيك سوا ميم من بعد. ولكن المسؤولية الكبيرة والجزء الكبير من المسؤولية يقع على عاتق السلطة. شكرا. وعلى عاتق النظام بصفة عامة. ولكن هذا ما يبررش أنه المواطن، أولا سكوت المواطن طيب، والسكوت على الحق يعني الناس يعرفوا شنو عندها. ثانيا استقالة المواطن، كأنه الأموال هذه اللي راها تضيع هي أمواله، ما هيش اموال من سيراليون ولا تشاد ولا ليبيريا، هي امواله. وبالتالي نهب المال العام يؤدي الى نقص في الادويه، نقص في المساكن، في غياب مناصب الشغل. هو كل هذا اذا كان نحن المواطن يستقيل ويظن انه هذه ماشي امواله، وكأنه هو عايش في يعني في المريخ، فبالتالي هذا شجع المسؤولين على النهب وعن الفساد، غياب يعني وغياب المساءلة وغياب ذاك وغياب الديمقراطية اللي تؤدي إلى المساءلة. كل هذا جعل إرهاب الطرقات يؤدي ب يعني تقريبا 4000 في العام من طيب. قتيل وجريح في الجزائر يعني هذا. طيب شكرا جزيلا لك مصطفى عطوي. طبعا الحديث كان عن الجدل في الجزائر حول يعني اذا كان حول موضوع المسؤوليات وغياب الرئيس، وكنا نناقش هذا الموضوع. فيما يبدو اليوم التلفزيون الجزائري جاء الرد انه الرئيس بوتفليقه موجود، وانه التلفزيون الجزائري يعرضه الان، ونحن نتابع صور الان انه يعرضه مستقبلا الاخضر الابراهيمي.
وكأنه رسالة استقبل رئيس الجمهورية رسالة بأنه الرئيس بوتفليقة موجود هنا ردا على كل التساؤلات التي طرحت مؤخرا. صادق كنت تتابع يعني ظهر الرئيس يعني ردا على كل التساؤلات ونحن نناقش حول موضوع المسؤوليات وغياب المسؤولين مثلا طرح موضوع غياب المسؤولين في تعزية ضحايا الحادث الرهيب في أفلو فيما وزارة الخارجية الفرنسية عزت ضحايا الجزائريين. صحيح الصور تظهر بأن الرئيس عاد إلى نشاطه أو على الأقل موجود في الجزائر ونحن نتمنى له كل الخير على كل حال ونتمنى الخير من ورائه للجزائر ولكن هذا لا يمنعنا بأن نضع أسطر عديدة تحت نقاط كثيرة يجب أن يعمل الرئيس ونطالبه بأن يعمل جاهدا بأن ينقل الأمانة إلى جيل الاستقلال هذا الجيل الذي في الحقيقة اليوم يموت في الطرقات نتيجة حوادث أليمة ونتيجة أخطاء بشرية أخطاء من المسؤولين ولكن قد يقول المسؤولون نعم. الآن يعني هل يجب أن يكون الرئيس حاضرا يعني مثلا في كل سلال كان يقول ردا على غياب الرئيس أنه مؤسسة تسير يعني هل يجب أن يكون الرئيس حاضرا مثلا ويهتم بموضوع الطرقات هل هو مسؤول على شاب متهور مثلا كمثل ما كان يتحدث مصطفى عطوي يسوق بطريقة جنونية مثلا لا هو عنده مسؤولية معنوية أما المسؤولية المباشرة فهي تقع على عاتق الجميع بما فيهم السياسيين والأمنيين وكذلك الذين ينجزون الطرقات أو التقنيين المسؤولية مسؤولية الجميع أما الرئيس فحضوره سوف يزيل بعض الشكوك التي تحوم والتي تقال هنا وهناك حول تعطيل العقل الإنسان الجزائري أصبح الإنسان الجزائري لا يبدع أو المسؤول الجزائري لا يبدع لأنه فقط ينتظر وينظر إلى الأعلى ليرى ماذا يحدث هناك فالرئيس هاو ظهر الآن فالمفروض ولكن حتى الذي يحاجج في المعارضة يقول حتى الظهور ليس معنى ما زالوا يطرحون موضوع شغل منصب الرئيس يعني الحضور ليس معناه يعني ممارسة المهام المنوطة بالرئيس صحيح نحن كما قلنا سابقا الرئيس أدى ما عليه يجب أن نفهم هذه الحقيقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أدى ما عليه أصاب أم أخطأ نتركه للتاريخ والذي يحاسبه اليوم هي مسؤولية جيل الاستقلال جيل الاستقلال عليه أن ينظر ويبين مهاراته وقدراته وأن يتحمل المسؤولية بداية من هذه الحوادث الأليمة كيف يضع حلول لها ثانيا كيف ينظر إلى المستقبل كيف ينظر كيف ينقل الرسالة ويبين للشعب ها هي الطريق ها هي الطرق التي يجب أن نسلكها ها هي الوسائل التي نعمل من أجلها ها هي البلدان كيف تعيش البلدان التي ازدهرت البلدان التي تطورت هذه مسؤولية الجميع مسؤولية جيل الاستقلال جيلنا نحن اليوم أصبح للأسف الشديد انعزل عن السياسة وأصبح يهتم بأموره الخاصة هناك شأن عام يجب أن نهتم به طيب صالح الجاب ما رأيك لا النظام هو أول من يعني يتحمل مسؤولية لا أستطيع أن أقول أنه أدى ما عليه لأنه هو من يعني النظام ليس الرئيس كشخصه هو من عين إنسان مثل غول وزيرا للأشغال العمومية ورغم المهازل عينه مرة ثانية في النقل والكل يعلم المهازل وسقوط الطائرة وكل المشاكل ولكن لم يتم يعني إقالته ولم يستقل وبالعكس عمار غول يقول قال مؤخرا رد على المعارضة التي تطالب بموضوع إعلان شغول منصب الرئيس بأنه هذا لا ينطبق على الرئيس أنه الرئيس يشتغل ويشتغل حتى يوم الجمعة يوم العطلة وأنه اتصل به وسأله على الخطوط الجوية الجزائرية وحال الخطوط الجوية الجزائرية أنت أدرى بها وموضوع غلاء الأسعار وحتى بمناسبة العيد أثير أنه يعني هناك رحلات ألغيت والجزائريون لم يستطيعوا أن يحضروا العيد مع أهاليهم أليس كذلك صالح الجاب
نعم أخي الكريم، ليلة العيد هناك العديد من الجزائريين قضوا الليلة في مطار في فرنسا. يا أخي الكريم، هنا نفهم أن مسؤولية الجزائريين يعني لا نستطيع أن نلوم الزبون الجزائري، فاللوم الأول على شركة آير ألجيري التي تحتكر السوق والتي تفرض أسعارها على الشركة الأخرى وترفض المنافسة وتقوم بتوظيف أبناء المسؤولين وأناس لن يحصلوا حتى على الدبلوم بكالوريا. لذلك المسؤولية الأولى هي النظام، كما تكلمنا أخونا عن أزمة الأخلاق، من خلق أزمة الأخلاق هو النظام. نرى اليوم هناك باعة يبيعون حتى وسط الطريق وهذا بجنب الشرطة والشرطة لا تتكلم، في حين نرى النظام وكأنه هو الوصي، يقول أنه الوصي على المرأة، ولكن إن رسالته هو تحطيم المجتمع الجزائري، وهو اليوم يعطي للمرأة كما يقولون حقوق وحقوق وحقوق. وقيل أن بوتفليقة، لم يقول عبد العزيز بل قيل أن بوتفليقة قد يكون السعيد من قام بهذه حركة القضاة وقام بتعيين للمرة الأولى مرأة يعني على رأس هيئة عظيمة. يا أخي الكريم، هذا إنهم يدفعون بنا إلى ولكن أين المشكل؟ بالعكس، هناك من يعني هذا يجب الترحيب به. يعني أنت تنقل الآن صالح الجاب يعني نضاله من على غلاء الأسعار، هي الآن صار عنده مشكلة مع تعيين امرأة قاضية. بالعكس، هذا إنجاز لصالح الجزائر، ليس كذلك يا رجل؟ يا أخي، أي إنجاز؟ عندما قام السيد بفرض الكوطة، بفرض يعني عدد النساء في البرلمان، ماذا رأينا؟ رأينا كما يقول الجميع برلمان الحفافات وبرلمان. يا أخي الكريم، ليس هذا. إذا كانت هناك، لكن أليس هذا فوضيبا يعني في آخر المطاف؟ يعني احنا نناقش موضوع غلاء الأسعار مثلا، ربما نبقى في النقاش لكي لا نتشتت ولكي لا تتهم بأنك ميزوجينيست صالح حجاب كذلك، رفقا بك، وربما الكثير من منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في الجزائر ربما وسيتحالفنا مع غول ضدك. صالح حجاب، موضوع غلاء الأسعار كذلك، وأيضا الأمانة في النقل، الحوادث لا تحدث فقط في الطرقات في الجزائر، هناك حوادث أيضا الطيران ليس كذلك، والخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا عناوينها كثيرة في هذا الصدد. ما نطلبه اليوم نحن هو حماية الكفاءات وتطبيق القانون على الجميع. هم اليوم يتكلمون، قلت لم أقول أنني ضد النساء، قلت أنه يتغنى الدفاع عن المرأة، ولكن في النهاية ليس هذا هو الرسالة الحقيقية. الرسالة هي يعني بعيدة كل شيء. بالأمس قرأنا بجريدة الشروق والحادثة بحي بجانبي، هناك امرأة استغلت القانون الأخير للسيد الرئيس وجماعته وقامت بطلب الخلع لرجل يعني لزوجها الذي لديه معها 6 أطفال، وقامت المحكمة بالحكم يعني 40 مليون على السيد و30 ألف دينار، يعني 30 ألف دينار للشهر، وأن يخرج من المنزل. أتعلمون ماذا حدث لهذا السيد؟ قام بحرق نفسه ومات بعد يومين في المستشفى. نحن اليوم نريد تطبيق القانون على يعني على الجميع، لا نريد يعني هذه المناورات لتكسير المجتمع الجزائري. الكل يعلم أن وتطبيق القانون يعني كذلك ينسحب على قطاع الطيران وفتح التنافسية يعني كذلك، وهذا الموضوع ناقشناه، ويفرض نفسه مرة أخرى. نعم يا أخي، الموضوع عندما يقول غول أن الجزائر ليست مستعدة لفتح السوق، الجوية الجزائرية ليست مستعدة لفتح السوق، أنا أطلب منه وأسأله ما هو كليل ستاتي، ما هو موقف شركة أجلازير الفرنسية، الوثائق أجلازير الفرنسية، كيف لها أن تقتسم مع آير ألجيري 80% من الرحلات؟ عليه أن ينورنا. النقطة الثانية، عندما يقول أن بوتفليقة يشتغل ليلا ونهار، أتحداه أن يفتح الباب للتنسيقية وللمعارضة أن تلتقي بهذا بوتفليقة الذي لم يتكلم، لم يعر الشعب. هو قال عمار غول بأن الرئيس سأله على موضوع الخطوط الجوية الجزائرية، ولسنا ندري، لم يذكر التفاصيل. يعني المفروض الوضع، وضع الخطوط الجوية الجزائرية ليس مريح، ليس كذلك؟
يا اخي الكريم عمار غول لم يكذب هذه الكذبه، هذه الكذبه ليست هي الاولى، عندما قال هناك تخفيضات في شهر جوان وصار يعني الكل يعلم انها كانت يعني كلام في كلام، عمار غول يقول ما يقوله، انا اريد ان اقول له اذا كان هذا الرئيس حقا حي ويتحرك ويعني ولديه كل القوات العقليه والبدنيه لما لا يستقبل المعارضه ويتكلم معها؟ لما هو استقبل كنت تشاهده استقبل شخصيه جزائريه يعني عالمية يعني رجل معروف لقد الإبراهيمي، أليس هذا كافيا؟ ليس كافيا، أنا أشكك حتى في الفيديو لأن آخر مرة قامت يعني اليتيمة قامت بعرض فيديو للغنوشي من شهر جانفيير وقالت أنه استقبله في شهر جويلية، أشكك في كل هذه التلاعبات ولعلمكم اليوم كل يعني لا هناك إثبات بأن الغنوشي فعلا استقبل في تلك الفترة، لا إثباتات ومعلومات مؤكدة لدينا. لا استقبله صالح الجاي. لا استقبل ولكن قاموا بتركيب لأنه ليس لديه القدرات. يعني الرئيس الذي لا يستطيع التكلم بطلاقة ليس رئيس، لا يستطيع حكم دولة القارة كالجزائر. لذلك لما يعرض علينا هذه يعني السكتشات؟ لما لا يخرج ويتكلم مع الشعب إذا كان بقوته وبكامل قواه العقلية؟ إلا هذا يعني صرنا صراحة المستوى يعني سقط إلى الحضيض. اليوم إذا كان لديه القوى فليقوم بدوره، ولو لم يكن يفتح الباب لأناس آخرين. الجزائر لديها 37 مليون في الداخل و7 ملايين في الخارج، هناك رجل أو رجال تستطيع حكم الجزائر. اليوم الجزائر على شفا حفرة، البترول اليوم وصل إلى 90 دولار. يا ناس لا يجب أن يعني نذهب نرى المركبة تتجه إلى الحائط ونقول لا وننتظر حتى لا يا أخي الكريم. شكرا جزيلا لك صالح الجاب من التنسيقية ضد غلاء أسعار النقل. ما رأيك ما كنت تستمع سيد القمين في كلام صالح الجاب؟ والله أنا نحترم أخي صالح ولكن لا أتفق معه في بعض النقاط، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال السياسوي لبعض الأحداث. لا أريد أن أستغل مآسي الحوادث المرور في أمور سياسوية. الواقع هو أن جيل نوفمبر أدى ما عليه. هذا الجيل يعني هل المشكلة في جيل نوفمبر؟ هناك في الحكومة من هم من الجيل الاستقلال يعني لا. بالعكس ربما من هم في جيل نوفمبر نعم. مثلا وقفوا يعني من مثلا مشاطي عضو مجموعة 22 نعم. من فجرة الثورة كان ضد العهد الرابع لبوتفليقة عادي، بينما شباب يعني بين قوسين كانوا نعم. كانوا يطبلون ويزمرون العهد الرابع. صحيح صحيح، لذلك أنا أقول يعني عموما جيل نوفمبر أدى ما عليه، قاد الثورة، حرر البلاد، اختلفوا فيما بعد، انتهجوا النهج الاشتراكي، غيروه إلى رأس مالي، الآن لا هو اشتراكي لا رأس مالي، لا هو ملكي ولا هو جمهوري. المهم هناك نعم. من يتحدث نعم. هنا ربما من يخشى حتى سيناريو السيناريو الملكي. لذلك أنا أقول بأن جيل نوفمبر أدى ما عليه، والتاريخ وحده هو من سوف يحكم ينصفه. يعني أنت في اعتقادك لو جاء الآن جيل نعم. ولكن بنفس هناك من يرى ربما نفس الجيل لو ورث مثلا الحكم جيل بنفس الثقافة لهذا السلطة الحالية نعم. هل ستتغير الأمور؟ هل ستقل مثلا سينعكس ذلك في أداء أفضل في الطرقات في النقل تنافسي أنظر. مثلا آمن للجزائريين وفي مجالات أخرى؟ الآية الكريمة واضحة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لو لم نغير ما بأنفسنا، لو لم نحن جيل الاستقلال، وأؤكد على جيل الاستقلال، لم نغير عقلياتنا التي ارتبطت للأسف بالفساد ارتبطت بالعصبية، العصبية الجهوية والقبلية وحتى الحزبية، لو لم نترفع عن كل هذه الأمور ونرقى إلى مستوى من مستويات رجالات الدولة الذين يفكرون في مصلحة الجزائر لا غير، المصلحة العامة، أين هو المجتمع المدني؟ أين هم الإطارات الموجودون في شرائح المجتمع؟ لماذا لا يساعد المواطنون؟ لماذا لا يقومهم بحملات توعية؟ لماذا فقط ننتظر الآخرين؟ ننتظر من هو في السلطة حتى يقوم بعمل توعوي في صالحنا نحن؟ نحن ننتقدهم ونقول أنهم لا يقومون بواجبهم، خلينا نحن نقوم بواجبنا. إذا قمنا إحنا يا جيل الاستقلال بالواجب
الشرطي هو من جيل الاستقلال، الدركي من جيل الاستقلال، المعلم من جيل الاستقلال. إذا كان هادو كلهم كل واحد قام بدوره فقط فأكيد سوف نتغير إلى الأفضل. إذا كان احنا بقينا ندور في هذه الدائرة مثل الدجاجة والبيضة، هذا عمل ونهب وكذا وكذا، سوف لن نتطور. لا أحد يأتي للجزائريين وينظر ويقول لهم هناك فساد، الفساد يمشي برجليه في الجزائر، لا يحتاج إلى تعريف. المشاكل، مشاكل الطرقات لا تحتاج إلى تعريف. الجزائريون اليوم يحتاجون إلى حلول، وهذه الحلول يجب أن يبتدعها ويبتكرها الجزائريون أنفسهم. طيب هناك من يرى الحل في تغيير نظام الحكم؟ نعم، في نعم. هو سينعكس ذلك. نعم. في طبقة حاكمة جديدة ربما بعقلية جديدة سينعكس ذلك على ينسحب على كل مجال. بارك الله فيك، هذا هو الواجب. الواجب هو عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نغير عقلياتنا، عندما نغير نظرتنا من إلى بعضنا البعض، في هذه الحالة سوف نغير المجتمع الذي نعيش فيه. ولكن هل ترى ذلك التغيير؟ يعني يبدو واضح الصورة أن الرئيس برغم وضعه الصحي الذي يثير كم من التساؤل، يعني مر إلى العهدة الرابعة ويختفي ويثير التساؤلات ثم يبرز مرة أخرى، يظهر في التلفزيون الجزائري. والله هل هذا؟ نعم، أنا مع احترامي لكل هذه الآراء، والله أنا أشفق على الذين يراهنون كثيرا على هذه المقولة. أنا كما قلت لك الرئيس أدى ما عليه. الرئيس لازم يجب أن ننظر إلى ما بعد بوتفليقة. بوتفليقة لا يمكن أن يكون أن يخلد في الحكم لو دامت لغيره ما وصلت إليه. مثلنا جميعا، لا أحد يمكن أن يخلد في مكانه أو في مسؤوليته. هذه الأمور يتداولها. هناك من يتحدث صادق عن ما بعد بوتفليقة، ولكن داخل البيت هناك من يتحدث حتى عن توريث الحكم. إذا كان هناك وعي جماهيري، وعي عند الطبقة المثقفة، وعي في المجتمع المدني، سوف لن يحدث هذا، لن يحدث في هذا، لأن الجزائر دائما عودتنا دائما، والشعب الجزائري دائما عودنا بأن القيادة جماعية وليست فردية. لا يمكن في الجزائر أو لا يمكن لعائلة أن تحكم الجزائر. الجزائر دائما حتى من الثورة دائما كانت هناك قيادة جماعية. الذين فجروا الثورة كانوا اجتمعوا في 22 ثم تقلصوا إلى 6 ثم إلى 5 وفجروها بطريقة جماعية، والذين حكموا بعد الاستقلال حكموا بطريقة جماعية، والذين تداولوا على السلطة بعد ذلك كلهم جماعية لفترة ما، ثم جاء الزعيم الأوحد. ببلة كان يعتبر نفسه زعيما أوحد، ولكن بومدين جاء كذلك واعتبر نفسه. أين هو بومدين؟ أين هم؟ الذي يعتبر نفسه أن الزعيم الأوحد سوف يكون مصيره مثل مصير مصاري الحاج. الزعيم الأوحد وأب الوطنية الجزائرية هو مصاري الحاج، ورغم ذلك أزاحوه. من أزاحوه؟ أزاحه شبان صغار آمنوا بوطنهم وآمنوا بأن الجزائر ملك للجميع، والجزائر هي أمانة في رقبة الجميع. لذلك نفس الشيء سوف ينسحب على هذا الوقت. اليوم أيضا المستقبل ظاهر للجزائريين، لا تيأسوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، المستقبل ظاهر. ما لازمش نبقى ننظر فقط إلى بعض الأخطاء ونبقى هناك نراوح مكاننا، يجب أن ننطلق ننظر إلى المستقبل. الجزائر مش عمرها 10 سنوات أو 10 أو 20 سنة أو 100 سنة، الجزائر بإذن الله خالدة ما بقيت حياة تدب فوق هذه الأرض. لذلك المستقبل واعد للجزائريين، وعلى جيل الاستقلال أن يتحمل مسؤولية في جميع القطاعات. شكرا جزيلا لك صادق أمين من تجمع نداء الجزائر. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.